أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والحمد حقه كما يستحقه، حمدا دائما أبدا. وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. وصلى الله على أشرف خلقه محمد وعلى آله الأطهار الميامين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى ما بعد قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. الإنفاق على العيال، الإنفاق على العيال أيها الإخوة المشاهدون جميعا، هو بحثنا في هذه الحلقة، سيكون من عدة جوانب، من جوانب عقلية وعرفية وشرعية. من الناحية العقلية، إذا اليوم أتينا وسألنا هل ينفق الأب على أولاده أم لا ينفق، يقول أهل العقل ينفق، ويضربون مثلا لمن سلب العقل من العجموات أن الأب الأسد مثلا ينفق على عياله بأنه يصطاد لهم، أو أن الوحش الكذائي أو أن الحيوان الكذائي أو أن الطائر الكذائي ينفق على عياله حتى يستطيعوا الإنفاق على أنفسهم. من الناحية العرفية، إن الأعراف بأجمعها تستنكر عدم الإنفاق على العيال، لأن هذا يكون خلاف الإنسانية، خلاف الأعراف، خلاف التقاليد. من الناحية الشرعية، إمامنا الصادق عليه السلام يقول الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، وحرف الكاف هنا للتشبيه. إذا أنت اليوم أتيت عزيزي لتنفق على عيالك، وسع عليهم. أنت عندك أسرة اليوم كريمة، مؤلفة من زوجة، من أولاد، أحيانا من أبوين، وأحيانا تكون في شح عنهم، وأحيانا تكون في توسعة عليهم. أنا الآن أستعرض معك بعض الأحاديث الشريفة التي تذم هذا الذي لا ينفق، والتي تمدح ذاك الذي ينفق. أولا، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، الذي يكد على عياله ويعمل ويتحمل عناء العمل ويتكبد ضعفا أحيانا في جسده، ويتكبد همة لا تكون عالية، إنما يقع أجره على الله عز وجل كأجر المجاهد في سبيل الله. لأهمية الإنفاق على العيال جعل الله تعالى هذا مقرونا بذاك، وجعل هذا مشبها بذاك، وشبه الكد على العيال كالجهاد في سبيله. خيركم خيركم لأهله، ليس هذا فحسب، بل جعل الإسلام النزول عند رغبات الأهل في المأكل من سمات المؤمنين، وعكسه من سمات وعكسه من سمات المنافقين. يعني أنت اليوم من تجي لعند أهلك وتسألهم ماذا تريدون أن تأكلوا، وتقف على رأي زوجتك وأولادك، حابين بابا ناكل اليوم الأكلة الفلانية، وتنفذ لهم هذا الأمر، هذا يكون من سماء المؤمنين. وإذا أنت استأثرت بقراراتك وفقط أطعمتهم لمجرد الإطعام، هذا يكون من سمات المنافقين. قال صلى الله عليه وعلى آله، أنا أؤكد لك وأترجم لك هذه الأمور بأحاديث شريفة، المؤمن يأكل بشهوة أهله، والمنافق يأكل أهله بشهوته. يعني هم أهله بيقعدوا بما يشتهيه هو ولا يشتهونه هم،
يأكلون بشهوته، يعني يأكلون لأنه هو اشتهى هذا الطعام. أما المؤمن يأكل بشهوة أهله، أي يأكل مما اشتهاه أهله واشتراه لهم وهيأه لهم وجهزه لهم. أفضل الصدقة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين صدقة عن ظهر غنى. وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، ولا يلوم الله على الكفاف. أيها الإخوة المؤمنون، إذا أتينا أنا وأنت، لن ترجم هذا الكلام عمليا، صعب علي وعليك؟ لا مو صعب. اليوم زوجتك جالسة في البيت والأولاد من حولها، بابا نحن جاي عبالنا الأكلة الكذائية والفاكهة الكذائية، وأنت على كل حال ستنفق، وقمت بجلب هذه الأمور لهم ووسعت عليهم في النفقة، صدق الله يرزقك زيادة ومن حيث لا تحتسب. وعندي كثير من القصص على هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى يحفزنا على فعل هذا ويبعدنا عن فعل خلافه. إذن إذا أتينا إلى عيالنا، إلى أولادنا لننفق عليهم، فلننفق من سعة، الله يوسع علينا. مسكين من يظن خلاف ذلك. قال صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين: دينارا أنفقته على أهلك، ودينارا أنفقته في سبيل الله، ودينارا أنفقته في رقبة، ودينارا تصدقت به على مسكين، وأعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على أهلك. قديش العناوين التي سلفت هي عظيمة، لكن الدينار الذي تنفقه على أهلك هو أعظم هذه الدنانير عند الله عز وجل، من ناحية الثواب ومن ناحية العطاء الإلهي لابن آدم. إنه يجمع الخير كله، فالأهل مسكين ورقبة وسبيل الله وأهل، فلماذا لا يكون الإنفاق عليه أعظم أجرا؟ قال صلى الله عليه وعلى آله: ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة، وإن الرجل لا يؤجر في رفع اللقمة إلى فم امرأته. يعني أنت اليوم زوجتك حدك بالبيت عم تاكل، شيل بإيدك لقمة وقربها إلى فمها وطعميها، تتودد إليها، تشعر برحمتك عليها، تشعر برحمتك على أولادها. إن قمت أنت وأطعمت الأولاد تصبح كيمياء بينك وبينها وبينك وبين أولادها. هذه تحفز كل أمر أسري، وهذه تحفز العلاقات الأسرية بينك وبينهم، بيننا وبين الجميع. نعم، الإنفاق على العيال من سنن النبي والآل، فلنكن ممن أنفق وممن جعل أمور إنفاقه تقربه من الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.